مرحبا. من دقيقة قليل انتهت مباراة الحكمة بيروت وبيروت فارس كلاب، مباراة الثانية بسلسلة الدور النهائي. قدر بيروت يرجع يعادل السري 1-1، يستعيد أفضلية الأرض ويفوز على فريق حكمة بغزير. كوتش جو غطاس، يعني خلينا نقول المباراة كانت صعبة، فوز مهم اليوم لبيروت بغزير فول هاوس مع كل الصعوبات يلي كان عم بواجهها فريق بيروت بالجيم، قدرتوا تتفوقوا. وين قدرتوا تتفوقوا على فريق الحكمة، تقدروا تحسموا المباراة لصالحكم علما انه كانت متقربة كل الوقت. نمر مثل ما قلت قبل، اذا بنكون على الدفاع ترانزيشن ديفنس تبعنا منيحة وبنخلي نمو سكند شانس رح تكون منيح. هذا اللي صار مع انه ظروف الجيم ما كانت لصالحنا ابدا. طارد جوني هاملتون خمسة فاول، لا مش خمسة فاول، انشحط مباراة ديسكواليفايد، أربعة فاول سيرجيو، أربعة فاول تيريت إلو من تالت كورتر، قدرنا تو مانج الحمد لله 1-1. هلا يعني خلينا نقول إذا ما نحكي فنيا، أنتوا لعبتوا بأجنبيين، خسرتوا جهود أجنبي، كوربت كان فاول ترابل تقريبا بتالت كورتر، يعني كيف قدرت تعمل مانجمنت؟ نمر هذه البلاي أوفز بنكون معودين على كل شيء الحمد لله. برجع بقول لك كان فينا نخسر كان فينا نربح، ظهرنا للحيط. لو خسرنا اليوم 2-0 بدها تنزل على الشريح صعبه معنويا. بعتقد اللي عنده معنويات اكثر هلا واللي قادر يحضر فريقه ويسيطر على اعصابه رح يربح. يعني اليوم شفنا علي مزهير، سيرجيو درويش كانوا بالجيم اكثر من جيم 1. بعتقد سيرجيو مع اول تعرضوا لاصابه باول مباراه، ليك بدي اعطي كريدت كبير للاعيبه اللبنانيه اليوم بالفريق، علي حيدر، سيرجيو، علي مزهير، نعيم رباي بالفتره اللي فاتت، علي محمود، بعتقد الحمد لله الفريق على ظهرهم. هن اليوم كانوا السبب، يعني شفنا شغل كبير لعلي حيدر تحت السله، كان عامل اول جيم وثاني جيم علي حيدر لعب كثير منيح، مش بس علي حيدر الفريق كله لعب منيح، بس علي عم يكون دوميننت، عم يحطهم بفاول ترابل، عم نتكل عليه كثير وهذا السبب اللي نربح الجيم. يعني كيف بتشوف الجيم 3 بشيء؟ يعني نقطة صفر، اللي بيلعب احسن يكون مركز وراح يربح. ها هي يعني اليوم لعبت بلا هاملتون، وجود هاملتون قد ايه ممكن يخربط كل السيستم اللي كنت عم تلعب فيه؟ بيساعدنا اكيد، عم تلعب باجنبي ثالث الحمد لله. يلا جود لك تايتو كوتش، مبروك. مينا 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 طالع ولا ريحان؟ يلا سلمنا سيرجيو درويش. شو بعمل فيها هاي؟ خليك ماسكو بس. مبروك جوزيف مدير فريق بيروت، خلينا نقول يوم السري صارت 1-1، رجعتوا استعدتوا أفضلية الأرض، خبرنا شوي عن الجيم. شفتوا معكم هون ما حضرتوا للجيم؟ بلا بس أنا بحب اسمع منك. حلو الجيم. لا جيم صعب كان، ومع ظهرة السنتر عنا والفاولات اللي انعملت والفاول ترابل كنا فيه، بس قدرنا حفظنا على التقدم تبعنا على طول. يعني كنا عم نعمل سكورين على طول، لعبنا ديفانس كتير منيح وهذا اللي كنا ما عملناه أول جيم. أنا بتصور تعلمنا من أغلاط أول جيم والنتيجة كانت لصالحنا، وإن شاء الله بنكفي هيك على سري طويلة. فريق حكمي فريق كتير كبير، عنده لعيبة قادرين يربحوا مثل ما بينت على كتير فرق. اليوم الشغل بده يكون لجيم 3 وان شاء الله بنربح. شفنا اليوم العلامه الفرقه، بارك اللعيبه اللبنانيه اليوم عملوا مباراه كبيره، يعني علي حيدر، سيرجيو، علي مزهير، كمان نعيم رباي بالوقت اللي فات فيه محل علي. شو بتقول عن اداء اللاعبين اللبنانيين؟ هيدا الفاينل فور، هيك اللعيبه بتعلي الليفل كلها تبعها، لانه سري طويله فاينل فور، يعني ما فيها مزح، ما فيك تعمل جيم باد جيم، كلهم عم يلعبوا جيمات منيحه، اوقات بيقشطوا اوقات بيرجعوا بيطلعوا، بس كتر خير على كانوا كثير منيح كلهم سوا وان شاء الله بكفوا هيك. كيف بتشوف المباراه الثالثه بشياح؟ اليوم رجعتوا استعدوا أفضلية الأرض، كيف ممكن ترجع تحافظ عليها؟ مثل يعني نحن إذا بنلعب ديفانس مثل ما لعبنا هلا بتصور ما فيهم يربح، ما في حدا يربحنا، يعني اتس ديفنسيف جيم، بتلعب ديفانس بتخلي السكور تبعهم واطي قد ما في تحت ال 100 بتربح. ثانك يو لك جوزيف، مبروك. Thank you.
سيرجيو مبروك اليوم 1-1 رجعته استعدته افضليه الارض. خبرني شو عن الجيم. كان جيم كتير حلو، كنا مركزين كتير منيح، عارفين ضهرنا على الحياه ما فينا نخسر اليوم. الحمد لله لعبنا كتير منيح ديفنسيفلي واوفنسيفلي والله وفقنا وقدرنا نربح. يعني اليوم شفنا غير اداء لسيرجيو، غير اداء لعلي مزهير، غير اداء شفنا يعني اداء مختلف عن الجيم 1. ورغم انه لعبتوا ناقصين اجنبي قدرتوا تتفوقوا. وين كان علامة الفرق؟ وين كان علامة الفرق؟ نحن فريقنا ما بيوقف على لعب واحد، كلنا ببارين، كلنا بيستبت اب وكلنا وي كونتريبيوتد لهالفوز. كان ماتش كثير حلو. علي مزهير، انا درتك تايريك على حال لعبنا الاي جيم تبعنا، وهيك بدنا نربح. يعني الحكم الفريق كثير منيح وبارضه كثير صعب، فالحمد لله الحمد لله نربح. يعني كيف بتشوف الجيم الثالث؟ يعني اليوم رجعتوا استعدتوا، رجعنا عدلنا 1-1 ما صار شيء بعد، ضهرنا الحيط حنفوت بالشياح، احنا اوريدي ربحنا بالشياح، ممنوع نخسر مرتين بالشياح، فان شاء الله ان شاء الله نقدر نلعب نفس الشيء نهار الثلاثاء ونقدر نربح. يلا ثانك يو لك سيرجيو. علي هذا عده جديده، مبروك، فوز مهم اليوم، رجعتوا استعدتوا افضليه الارض. خبرنا شوي عن الجيم. بكل صراحه لعبنا اول جيم، عملنا شويه ادجستمنتس، عارفين انه علي حيدر ما حدا حيقدر يوقفه، نو ديسريسبكت لحي حدا، بس علي وحش لما يلعب الجيم تبعه. الحمد لله بعد ما عملنا شيء نمر جاي رايحين على جيم 3 كانوا عم نلعب بغزير، هون كورت لعبنا بس ما بيعني هذا الشيء، رايحين على جيم 3 باذن الله نلعب 2-1. كيف بتشوف الجيم 3 بشيء؟ مثل ما تحيوا الجيم حاضرين له، هن هلا صار لازم يعملوا ادجستمنتس، لانه لما نلعب نحن الجيم تبعنا صعب كثير حدا يوقفنا. رغم خروج هاملتون من الجيم ضليتوا، ودخول كوربت بالفاول ترابل، ضليتوا مؤمنين انه ممكن تعملوا الفرق؟ اكيد نمر، لانه لعبلانيتنا هن اللي بيشيلوا الفريق مش الازينب، وهذا الشيء اللي صار اليوم. الله يحمي الشباب وان شاء الله على جيم 3 بنروح احسن من هذا. يلا ثانك يو لك علي، مبروك، ميرسي. أمنت على أيوب؟ الله ما جنو ما فيك تحكي بالربح وما تحكي بالخسارة. لا خسارة مش بالربح، مش عم تحكي كلمتين. يلا والله احكي مش كتير كتير جنو هدي هدي جنو. خلينا نقول هارد لوك اليوم 1-1 رجعوا بيروت استعدوا لهم كوارت ادفانتج. وين كان ال يعني وين كان الجاب بالجيم؟ وين ما قدر اليوم فيك تقول ديفنس كثير بالمره، يعني ما قدرنا نعمل ولا ستوب. هي ديفنس يعني ما كنا منظمين، والديفنس كثير يعني ما فيك دلك عم تلعب سله بسله، نحن حاطين 100 بالنهايه، ما فيك جيم تحط 100 وتخسر، عرفتي؟ فهيدي هي يعني لازم نكون احسن بكثير ديفنسفلي لنقدر نضرب. بالنهايه فريق بيروت فريق كثير منيح،
لازم يكون احسن بكثير ديفنسيف يعني نربح، رغم انه هن كان عندهم مشاكل يعني طلع هاملتون كوربت كان فول ترابل يعني مع كل هالشيء كمان ما قدرنا ناخذ ستوبس. ما هي ما فيك دلك سله بسله هلا انا بقوله بقى علينا نحسن كثير ديفنسيف. كيف بتشوف جيم 3 بشيء؟ جيم 3 ان شاء الله تكون مثل جيم 1 يعني ما فينا كمان نحن نكون داون 17. بتعرف ترجع بتاخد انرجي معك لترجع على الجيم، ورجعنا وطلعنا يعني كمان طلعنا شي 1 او 2 بوينت شي هيك، بس بتكون اخذت كثير انرجي. لازم نكون مثل الجيم الماضي انه هن لحقينا هالجيم، نحن العكس نحن لحقينهم كل الجيم. ما شاء الله بنكون احسن بكثير بالجيم الجاي وبنروح. يعني قد ايه علي حيدر قدر عمل فرق كمان تحت السله؟ شفنا علي حيدر بجيم 1 حتى بجيم 2 كمان عم يعمل فرق تحت السله. علي حيدر الجيم 2 عمل جيمات كثير كبار، الفرق ان اليوم اللي معه كمان يعني الوقت الماضي كان علي حيدر ودار تاكر يعني اكثر شيء، اليوم الكل سيرجيو علي ما فينا نحن نخلي علي حيدر يحط وسيرجيو يحط وعلي يحط ودار تاكر يحط والاجنبي كربات كمان، ما فينا الكل يحط يعني بالنهايه مش حتحط 150. برجع بقول لك ما عم نرجع على الديفنس يعني لازم ما فيك توقف الكل بالنهايه، اذا علي حيدر بده يحط ال 20 25 بس بكون كمان عامل كنترول للبقيه وهذا اللي ما صار يعني. يلا هارد لك، ثانك يو لك، ميرسي جانو. لكن استمعنا كمان ده مدير فني لفريق حكمة بيروت جان عبد النور. شو توعدني ما تعذبها؟ حبسونا حبسونا قال لي علي. علي مبروك، نحن من وراء الاطبان نحكي معك. لوين فايت استاذ ممنون؟ علي مبروك، اليوم قدرتوا تعدلوا الثانيه 1-1 تقدر مش مبين مبين بس بس مش مع الجيم. شو تخدمك؟ أول شيء الحمد لله إنه ربحنا، قلت لك الله إنه ما في إصابات، هذا أهم شيء. It was very tough win. Good job للحكمة يعني سجلوا 100 نقطة والحمد لله we played better اليوم. فا it's a 1-1 game, 1-1 series. Still a long way to go. وتشرع بالعمل. ما عليك عم تكون دومينيت تحت السلة يعني حتى عم يقدر يوقفك. ما بقول هيك، الحمد لله عم بركزوا على الشباب كله فعم ينسوني انا تحت السله. لا الحمد لله. وين قدرتوا تتفوقوا على الحكمه اليوم؟ يعني بغزير فول هاوس كل هالعوامل
اللي فوق كان معنا، الله كان معنا، الله والله. ف يعني it's a game of making shots و playing better defense وهيك. I think إنه اليوم نحن توفقنا أكثر، لعبنا better defense و that's why you won the game. كيف بتشوف game 3 بشي؟ صعبة. game 4 صعبة. إن شاء الله ما نعوز game 5 بس game 5 صعبة. It's a very tough team. So we have to be prepared. We have to get prepared. Do adjustments. نعمل game plan. ضل نغير نعمل نسوي ل to have the edge إن شاء الله. Thank you علي مبروك. سألتك كتير مبين اليوم. نعم. سألتك كتير مبين اليوم. والله سألتك صعبة. والله صعبة. حبيبي. يعني deep. Deep إيه. قبل كنت تسأل. deep ولا deep. 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 قبل كنت تسأل بس أنا تعبت ولا ما تعبت. إيه لا تعبت. تعبت إيه. اليوم هيك تعبت. تعبت ولا ما تعبت. والله تعال تعال نختي. حجي. تعال نعمل حجي. أوه. هم الحجي. يا حجة؟ لا مش من حجة من مين؟ من هاي من ام جو يعني ام جو؟ ما أقول أبداً علي؟ أبداً أنا مش نفس الجنة أبداً الشرفك وين الدكتور؟ الشرفك وين الدكتور؟ طبي جينا تاكي بينك 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 صحة صحة نسمع عايز اتشرمط يا فاض هلا هلا شو حاسيبه ده ليه اذا كنا احنا عمر بتتابع النهار؟